منتخب مصر، قائمه منتخب مصر اعلنت امس، وان شاء الله ربنا يكرمنا وكل اللاعبين اللي في القائمه متفقين ان هم رجاله ورائعين. متفائل بالقائمه دي ان شاء الله. طبعا اول طبعا منتخب مصر ان شاء الله في المباراه الجايه بتاع مع السنغال. صرف النظر احنا لازم بقى نرمي كل الحاجات السلبيات، صح، احنا نفكر في الايجابيات، نفكر في الحلم. اي حلم ممكن يجي في لحظه تلاقي نفسك بتحقق الحلم بسرعه بشكل كبير جدا لو ابتدينا نركز. عشان كده انا بقول احنا عايزين نبعد عن السلبيات، لان السلبيات ليها امور كتيره جدا اوجدت نوع من انواع الشرع في الشرع المصري احتقان كبير جدا. دلوقتي جه الوقت او المباراه دي ممكن تكون تخرجنا من الاحتقان اللي احنا فيه، نتجمع بقى بالظبط اللي هو زمالك، جمهور الاهلي، جمهور حب الجماهير كلها للعبه كره القدم، حب الجماهير لمنتخبها، وده هيولد ان الفرق هتلاقي حتى هيبقى في ترابط الفتره القادمه لو حصل طبعا الاحداث انها تمشي بالشكل اللي المفروض ان احنا نستمتع بيه، سواء وصولنا لكاس العالم، وطبعا مع فريق مش سهل. يعني انت النهارده بتلعب السنغال، فريق كل مكوناته عاليه جدا، عنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى، عنده لعيبه لاعب قدر يحقق بطوله الامم الافريقيه الفتره اللي فاتت، طبعا عدى في مباراه يمكن خسرنا بضربات الجزاء، لكن برضو مش هننسى الاستحواذ اللي عندهم. يعني الفترات الاستحواذ اللي موجوده كانت في المباراه، لكن احنا قدرنا نطلع للمباراه لغايه الدقيقه 120، وكنا بنقول برافو فعلا لمجموعه اللعيبه اللي شاركوا في كاس الامم والدور اللي قاموا بيه في المرحله الاخرانيه بالذات مع الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين، وخصوصا الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين قدروا ان هم يحققوا المعادله الصعبه، انه يقدر لعيب يقدر يؤدي 120 دقيقه في كل مباراه. صح. فده ادى نوع من انواع الارتياحية اكتر، ادى ثقه اكتر، ادى خبرات اكتر، ادى اللعيبه فعلا ان هم عارفين ان هم ممكن يوصلوا لايه، لاعلى النقاط. لكن التركيز اللي فقدناه يمكن بعض الشيء في ضربات الجزاء هي يعني غيرت، ودي عمليه بتبقى يعني فيها لك وهارد لك يعني. صح. في اي حاجه من طيب بالظبط. القائمه دي فيها بعض العناصر الجديده، يعني عمر جابر دخل القائمه، شايفه دخول منطقي للقائمه؟ شايف حضرتك ان عمر جابر دخول منطقي لهذه القائمه؟ عمر جابر، محمود عماد في دونجا. عمر جابر وفي نبيل عماد دونجا عفوا، وفي مجدي قفشه دخل، ومجدي قفشه دخل بالظبط. العناصر الجديده اللي كانتش موجوده يمكن في كاس يعني الباقيين كلهم تقريبا موجودين بقى لهم فتره بالظبط. برضو ممكن يكون ياسر ابراهيم كمان، ياسر ابراهيم. فطبعا دول المجموعه اللي دخلت يعني المرحله الاخيره دي. طبعا فرصه النهارده منتخب مصر بيلعب مباراه زي دي، اتجمع مجموعه لعيبه من افضل المجموعات الموجوده دلوقتي في المنتخب المصري، مفروض ان هم ينزلوا هذه المباراه عارفين يعني ايه كاس عالم. يمكن اختيارات مثلا بالنسبه لعمر جابر، طبعا انت عارف ان عمر كمال ما بيلعبش باك رايت اصلا، يعني هو اصلا، لكن ادى بشكل جيد. صح. في المركز ده على اساس انه انا يعني مش مع اللعيب ان انا اقدر اثبته في مركز وهو مش متعود على هذا المركز، ممكن يقدم مباراه اثنين ثلاثه بشكل معقول، لكن لما نيجي نبص للادوار اللي هي المهمه والتعود على النواحي الدفاعيه محتاج لعيب يكون لها في المركز يعني ده. عمر جابر يمكن وصل يعني حضرتك تتوقع او تتصور ان عمر جابر هو اللي يبدا اساسي في هذه المواجهه؟ عمر كمان عبد الواحد تالق في كاس الامم الافريقيه حتى لو مش مركزه زي ما حضرتك قلت، بس هل تتوقع ان عمر جابر اللي ما كانش موجود في هذه ممكن القائمة يخش معاه في منافسه كويسه جدا؟ يعني لان عمر بيمتلك حته، عمر جابر بيمتلك حته الناحيه الدفاعيه اكتر. يعني هو علشان اصلا كان لاعب نص ملعب ديفندر،
فبيمتلك بالحته الدفاعيه. تاني حاجه عمر عنده خبرات كتير جدا الفتره اللي فاتت، ان هو بيعرف يخش وينطلق لجوه داخل الملعب كتير جدا، عنده حلول جوه الملعب اكتر، فبيقدر يقوم بدور. يمكن عمر يعني بعد فترات هو التغيير اللي حصل انتقاله من نادي الزمالك للنادي بيراميدز، يعني انا شايف انها كانت يعني نقطه ما كانتش في صالحه، لان عمر كان واخد الدفعه الكبيره جدا في نادي الزمالك بشكل كبير، وكان بس كان عنده رحله احتراف في النص، كان عنده رحله احتراف في النص قبل بيراميدز. يعني عمر يمتلك الحته دي، هو اصلا ديفندر ولا لعبته باك رايت يعني حضرتك انا اللي حطيته باك رايت لعبت عمر جابر باك رايت. هو افضل له بيلعب في باك رايت احسن ولا في وسط الملعب؟ لا أحسن. انا يعني لما حطيته في الباك رايت هو بيمتلك الحته والدخول من بره، وبيعرف يخش لجوه بعد كده عند المنطقه الثلث الاخراني، بيقدر عمر عنده الحلول دي، يقدر يعمل كروس، يقدر يخش، يقدر يرقص ويعدي، يعني عنده الحاجات دي، بيعرف ينطلق بينطلق من نص الملعب ويخش ياخد الحاجات العرضيات، بيمتلكها الحته دي. هاي. فعمر جبار ممكن يكون عمر جبار. طيب.